اول ما طلع الخبر انه النيابه العامه السويسريه تحركت على رياض سلامه وعم تسألوا بمبلغ 400 مليون دولار حسابات محولهم باسمه واسم خيه واسم صاحبته على سويسرا وحولتها على النيابه العامه التونسيه بلبنان، طلعت خبريه ما بعرف اذا من رياض سلامه او من الجماعه اللي حواليه انه هيدي وراها الجميل السيد. ما انا هيدي سويسرا مش سوريا، هذا القضاء السويسري ما هو القضاء السوري. انه ما تكونوا فاكرين انه جاي زيد على التليفون بدق المدعي العام السويسري بيقول هيك ايه ما تكرم عينك يا حضرة اللواء ايه مو على راسي ولا ما جميل السيد كيف بدي ظبط له محشيه لرياض سلامه بسويسرا؟ سويسرا ام الغرب؟ هيدا الزلمه ناطر العقوبات عليه تجي مثله مثل غيره. أمانة مثله مثل علي خزان خليل مثله مثل جبران مثل نفس الشيء. وأنا يفكرني مغروم بجميل السيد ما بطيق الأرض اللي بيمشي عليها. هيدا أكتر زلمة اشتغل على قمعنا أيام السورية، هيدا رأس النظام الأمني السوري بلبنان، وأنا أكتر واحد متضرر منه بس ما حدا ياكل بعقلنا حلاوة. بالزمانات وقت كنا نحكي على السوريين اللي كانوا هون أحسن ما يكون شو المخابرات كنا نقول إجوا السويسرية، كنتوا صدقتوها الخبرية على الآخر وعشتوها شوي شوي علينا، كنت سيسوها ما بدكم تفرحوا له لرياض سلامة هيدا الشيء بيرجع لكم. بس قعدوا اتفرجوا على السكر في تحقيق عم بيصير ب 400 مليون دولار محولين مش من مصرف لبنان ولا من الموازنه، من حساباته وحسابات خيه وحسابات صاحبته. هيدا التحقيق مانو جاي هيك عبسه، هيدا جاي بناء لقانون سويسراني رح يطال كل التحويلات السياسيين اللي طالعه من لبنان على سويسرا. بدل ما تكونوا قاعدين مبسوطين لك هودي 400 دولار رح يرجعوا على الخسيره اللبنانيه، شو قصتكم جنيتو؟ ما فيكم تكونوا مع العقوبات على جبران باسيل وضد محاكمه رياض سلامه، معلش اسمحوا لي فيها.